مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في هذه الحلقة غادي نتكلموا على اختيار الأسمدة الورقية وحسن استعمالها في التسميد الورقي، فمن خلال نتائج تحليل ورقي أو من خلال معاينة اللي بينات أعراض نقص أحد العناصر المغذية، يمكن لنا ليس فقط تحديد النقص من العناصر المغذية ولكن كذلك تحديد نوعية السماد اللي يمكن استعملوه عن طريق التسميد الورقي. فملي كنلاحظوا أعراض على الشجرة فخاصة نتأكدوا من أن هذه الأعراض متعلقة بنقص في العناصر المغذية، التشخيص المرئي أو القيام بتحاليل ورقية، وهنا كنحددوا العنصر أو العناصر المغذية المسؤولة على هذه الأعراض. من بعد ما عرفنا العنصر المغذي اللي ناقص كتجي مرحلة اختيار نوع السماد الورقي المناسب وكذلك تحديد الجرعات وفترات الرش وعدد مرات الإعادة إلى دعات الضرورة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، كاين عدة أنواع ديال الأسمدة الورقية. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية الرئيسية، الأزوت والفوسفور والبوتاسيوم. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر المغذية الثانوية، الكالسيوم والمغنيسيوم والكبريت إلى آخره. أسمدة اللي فيها عنصر واحد أو أكثر من العناصر الصغرى، الحديد، النحاس، الزنك والمنغنيز. وبعض الأسمدة الورقية يمكن تحتوي أيضا على هرمونات أو الفيتامينات أو البروتينات أو الأحماض الأمينية أو أحماض الهيوميك أو الجزئيات العضوية الأخرى واللي يمكن تحسن تغذية الأشجار. عند اختيار السماد الورقي لازم مراعاة العوامل التالية: طبيعة التطبيق، هل هو سماد وقائي أو علاجي، والعناصر المغذية اللي كيحتويها، كمية العناصر اللي تم استعمال ديالها في التسميد الأرضي، التركيب الكيميائي للسماد الورقي وطبيعة الأيونات المرافقة مثلا مخلبي، الجرعة وفترة الاستعمال وعدد مرات التطبيق، تكلفة عملية تسميد الورقي لكل هكتار وليس سعر الوحدة، توفر السماد في الأسواق المحلية، ملائمة السماد المج أو الخلط مع المبيدات الزراعية الأخرى، الأخطار المستعملة عند الاستعمال، احتراق أوراق النباتات أو إتلاف قشرة الثمار. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، هناك عدة عوامل مرتبطة بالأسمدة الورقية، منها أولا التركيب الكيميائي المحلول، فامتصاص الأسمدة عبر الأوراق كيرتكز على الشكل الأيوني للسماد المعتمد، كلوريد، كبريتات، نيترات، أكسيد أو مخلبي، حمض أميني أو بروتين، وكذلك الأيون المرافق الرقم الهيدروجيني المحلول. فبعض الأسمدة الورقية كتكون حمضية، يمكن استعمالها في حالة إذا كان الرقم الهيدروجيني الماء مرتفع أكبر من 7.5. وبعض الأحماض كتحتوي على عناصر مغذية مثلا حمض النيتريك، يجب أخذها بعين الاعتبار عند حساب كمية الأسمدة. ثانيا تركيز أو ملوحة المحلول، فكيتم امتصاص العناصر المغذية عن طريق الأوراق بواسطة ظاهرة الانتشار، لذلك كلما كان زاد تركيز المحلول كان الامتصاص أكثر فعالية، غير أنه يجب الحرص على أن لا يكون تركيز المحلول مرتفع أكثر من اللازم لتجنب ارتفاع الملوحة اللي يمكن تسبب أضرار على الأشجار كخطر احتراق الأوراق وإتلاف القشرة الخارجية للثمار خاصة عند رش النحاس والكبريت أو الكلور. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، خاصة نحترم الجرعات الموصى بها لكل نوع من أنواع الأسمدة الورقية، كما أن خلط العديد من الأسمدة الورقية أو خلط الأسمدة الورقية مع بعض المبيدات يقدر يزيد من تركيز أو ملوحة المحلول، هنا لازم تركيز المحلول وما يتجاوزش 1%، ومن ضروري نتحققوا بانتظام الملوحة ديال المحلول قبل عملية الرش، وبهذا تكونوا حسنتوا من تغذية الشجر وتوصلتوا لمنتوج جيد وإنتاجية مقبولة، والله المعين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.